السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع وصفة جديدة من وصفات روز بارادايس. زهقنا من الاكل والطبيخ، قلنا نعمل حاجة النهاردة جديدة ممكن تنفع غدا ممكن تنفع عشاء. هنعمل الشاورما بطريقة جديدة. سلقت نص كيلو لحمة، ده نص كيلو لحمة، وقطعته شرايح، قطعت بصل شرايح، قطعت طماطم وفلفل شرايح، جبت توابل ملح وفلفل وكزبرة ناشفة. بدعك التوابل بالبهارات بالبصل كويس، وبعدين بنزل في الطاسة بتاعتي بالبصل وأقلبه كويس جدا مع فصين توم بالظبط مع التقليب المستمر. بننزل اللحمة الشرايح بفضل أقلب فيها لغاية ما تاخد لون حلو، بنحط الطماطم والفلفل. عايزة تزودي بهاراتك براحتك، أنا حطيت البهارات ملح وفلفل وكزبرة وبس. بنقلب كويس جدا. الوصفة دي عندنا في مصر اسمها شاورما، في بلاد كتيرة أساميها مختلفة زي بغداد والأردن والشام والمغرب، حتى أمريكا بيبقى عندهم الوصفة اسمها مختلف. هبتدي أقدمها في طبق التقديم. الريحة تجنن والطعم حكاية. في النهاية بشكركم وبالهنا والشفا وسلام.